واضح من كلام نرمين أبو سالم إن مشاكل التطبيق والمماطلة في تنفيذ القانون هي المشاكل الحقيقية اللي بتخلي الطرفين مش مرتاحين لأي تعديل في القانون. أو ممكن نقول إن الموروث من الظلم وضياع الحقوق بيخلي كل طرف مش واثق في قدرة القانون الجديد على إصلاح الوضع الحالي. يا ترى في حل عند النائب محمد فؤاد؟ طبعاً قانون الأحوال الشخصية طول عمره متخذ عليه إنه قانون بينظم أحوال الطلاق مش أحوال الجواز، فهي دي الإشكالية الكبرى اللي إحنا بنقع فيها. لكن القانون اللي هو المقدم مشروع قانون أنا تم تقديمه في شهر أبريل 2017 بينظم الموضوع من أول الخطبة إلى فكرة الزواج، ثم الخلافات الزوجية، ثم الطلاق، ثم النزاع حول الحضانة وما إلى خلافه، اللي هي ما يعرف بالمواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. طيب لو أخذنا الزواج الأول، ماذا يقدم القانون للزواج لتقنين او يعني ضبط اوضاع الزواج المصري؟ احنا ما عندناش نصوص قانونيه واضحه بتتكلم على فكره الخطبه وفسخ الخطبه بتتم ازاي، العرف بيحكم فيها اكتر ما بيحكم فيها القانون، فاحنا دخلنا عملنا عمليات تنظيميه لمثل هذه الامور. طيب حصل الطلاق، نفق او رؤيه، الناس بتقول ان الرجاله ما بتنفقش فالستات بيمنعوهم من الرؤيه والرجاله بيقولوا العكس. جرت العاده ان لما يحدث طلاق، وده اللي موجود في المشروع القانون بتاعي، ان تكون الحضانه متداوله بين الاب والام والافضليه للام، واكرر الافضليه للام. بس لو تزوجت الام هيبقى الاب هو الاختيار الاول. ده طرح ديني، مش طرح مدني، مش محمد فؤاد اللي قال كده. ده الازهر كان ثابت على هذا الموضوع. لو الازهر عايز يغير رايه انا ما عنديش مشكله، لكن هو بيتكلموا على الازهر مين نساله في الموضوع ده او علماء الدين اللي انا استشرتهم في وضع القانون، قال لك في حديث بيقول أنت أولى به ما لم تنكح.